جنبي وماشي في ظهري حاسس بيا وشايل همي لو فكرت أقولك شكرا كلمة شكرا مش هتكفي شريف نور الدين إعداد ياسمين أيمن على ميجا أف أم. مساء الخير. مين اللي قال إن اللي ظروفه صعبة حياته كمان لازم تكون صعبة؟ فأشكرك كل يوم حنسمع حكاية لشخص ممكن تكون ظروفه فعلا صعبة لكن حياته من أحسن لأحسن كل يوم، وفي أشكرك بيبقى عنده فرصة يشكر اي حد ساعده يكون في المكان ده النهارده. تعالوا نسمع. يا استاذ بدر مساء الخير. مساء النور بدر. دلوقتي احنا في حوار بقى طويل قوي، فاحنا هنبتدي من اول ان احنا اساسا تجاره. مظبوط مظبوط. انت بدايه شغلك في مجال عملي بعيدا عن الكليه كانت في مجال ايه؟ كانت اهتماماتك ايه؟ كنت بتعمل ايه في الحياه؟ انا الحقيقه بدات الكارير بتاعي سنه 2008، كان في الصحافه الاقتصاديه. كنت الحقيقه لسه طالب في الكليه، كان المفروض اتخرج من الكليه 2008 بس كان يعني عندي شويه مشاكل كده في الكليه وبتاع، يعني بقيت بلاك ليستد. فقررت ان انا ابتدي اعتمد على نفسي من سنه التخرج اللي كان المفروض اتخرج فيها. وبالفعل رحت اتدربت في جريده اقتصاديه، قعدت 3 شهور اتدرب فيها في الاول كويس جدا، وقعدت في الارشيف بس بقرا 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 عن الاقتصاد، لان طبعا انت عارف الكليات الحكوميه بتاعتنا رائعه، يعني بتعلمك جدا فما بتبقاش محتاج ان انت تقرا خالص يعني. طبعا. فانا يعني حبيت ان انا اضيف برضو لمعلوماتي، اضيف ازود بالظبط. فضفت لمعلوماتي بتاعت الكليه من الارشيف، قعدت اذاكر كده كتير، وتخصصت في البنوك والتمويل بانكينج فاينانس، بعد كده في الميديا، وقعدت لغايه 2010 في الجريده ديت. كان في سنة منهم كنا أسسنا برضو شركة بتدي كورسز للبروكرز والديلرز والتريجري كيبرز بتاع البنوك. وبعدين رحت اون تي في، بقيت شغال في قسم الاقتصاد فيها، كنت بعد بقى نشرات اقتصادية هناك وبرنامجين اقتصاد. وبعدين بعد فترة أسسنا المؤسسة، كانت أسست وكالة أنباء، وبقيت أنا مسؤول عن قسم الاقتصاد فيها لحد بقى ما قررت أن أنا I give up this career. الحقيقة سبت مجال خالص بعد 7 سنين. سبت المجال برغم أنه كان بيجي لي عروض كتير من أماكن تانية يعني، وقررت أن أنا شفت الكارير بتاعي يعني. طيب حوالك بقى زي ما بقول احنا في العادة، الحادثة حصلت امتى؟ الحادثة بقى بجد يعني انت ايه اللي حصل؟ كانت الإصابة بالخرطوش، كانت في العينين مينلي، يعني هي دي اللي سببت الإعاقة، الباقي عادي مش مسببين إعاقات يعني، بس عايش بيهم يعني. عادي، أجزاء من جسمي منملة والكلام ده بس مش مشكلة، بس هي الفكرة كلها كانت في العين. بالظبط. dysfunctioning حصل فين؟ حصل في السايت يعني. ففي عين بشكل كامل بقت بلايند لان الاوبتيك نيرف نفسه توتالي دامجد، وفي عين اللي هي العين الشمال يعني تقريبا تقدر تقول كده 75% من راتنا الشبكيه اتحرقت، فكنت ما بشوفش بيها خالص، تقريبا بس بميز ضوء وخيالات بشكل يعني مش كبير، وعلى مناطق مفرقه يعني. انا عندي عيني ما بتشوفش زي يعني، لو اتمسك كده الراتنا اتعمل ليها تكبير هتبان ان هي فيها بقع سودا كتير مش على بعضها يعني. كان طبعا اول ما الثوره قامت و18 يوم والكلام ده البورصه كانت قفلت تقريبا، ما كانش في اقتصاد في البلد بشكل كامل يعني، كان البلد كلها واقفة، فبالطبيعي كان شغلنا احنا كمان واقف. كنت في أنتي في ساعتها بقالي من أكتوبر 2010، وبعدين سافرت ألمانيا يوم 23 فبراير. الحقيقة قبل 28 فبراير ده مثلا بأسبوع كنا ابتدينا رجعنا في أنتي في، ابتدينا اشتغلنا برنامج. وأنا فاكر ده كويس لأن الحلقة بتاعت سمير رضوان، احنا عملنا حلقة مع سمير رضوان، وكلمني في التليفون رئيس التحرير بتاعي بيطلب مني ان انا اشارك في اعداد الحلقه وان انا اعمل له اسئله وابعتها له. كنت انا ساعتها لسه راقد في السرير، مش مجمع ومش عندوش فكره ولا عنده فكره. لا هو عنده فكره بس يعني انا دماغي شغاله يعني، انا بشتغل بدماغي ما بشتغلش بعيني يعني. بعد ما انت عملت بعد الحادثه دي بقد ايه؟ نقدر نقول ان ده كان بعدها شهر بس، اقل من شهر. اوكي اقل من شهر. يلا بقى قوم بقى يلا، يمكن 15 يوم تقريبا يعني.
والحقيقه يعني الاسلوب ده كان كويس بالنسبه لي الحقيقه، لان انا اللي طلبت منه كده الحقيقه. فعملت الاسئله، وكان في الوقت ده لسه مش عارف اتكيف خالص، ان انا ما بشوفش يعني، لسه ما اعرفش اي حاجه. فخليت صاحبتي كتبت لي الاسئله كلها اللي انا عملتها وريسيرش، قلت لها تعمل ايه بالظبط والكلام ده، وكتبنا الاسئله وبعتها بالميل للرئيس تحرير. وبعدين سافرت المانيا، قعدت شويه، قعدت شهر لغايه 23 مارس، ورجعت بدات البروجرام بتاع ريبليتيشن هنا. كنت عملت عمليه هناك، والدكتور بقى انت عارف الدكتور كان عظيم جدا، بروفيسور بقى اسمه كلاوس ايكرت كده. بعد ما عمل لي العمليه اللي في عيني الشمال وزرع لي عدسه صناعي في عيني ديت وحاول يحقن الراتنا ويلحمها والكلام ده، فلقيته احد معايا قاعده كده زي عماد حمدي وبصوت كده رخيم بيقول لي، يعني بيكلمني بالانجلش بقى، بيقول لي انا اسف جدا يا بدر، يعني انت واضح قدامي ان انت مش هترجع تشوف تاني زي الاول. ضحكت يعني، الراجل فوجئ يعني، الراجل اتصدم يعني، انا ضحكت يعني. فبيسالني ضحكت ليه، قلت له يعني ما فيش مشكله يعني، انا عامل حسابي انه ممكن ما يعني ما اشوفش خالص اصلا، احتمال قائم. بالظبط. انا فروم داي 1 انا كان الوضع بالنسبه لي قصه ان انا لازم سرفايف. انا دلوقتي عندي واقع ان انا ما بشوفش، فخلاص انا لازم اتعامل معاه. اقعد بقى افتكر في ان انا كنت بشوف، وانا كنت بجري، وانا كنت مش عارف ايه. لا، انا دلوقتي في الوضع قائم، انا دلوقتي عندي شغل لازم اكمله، عندي مصاريف لازم اصرفها على نفسي، عندي كارير لازم ابنيها، عندي ان انا لسه عندي 23 سنة، عندي مستقبل يعني، وعندي احلام يعني عايز اعملها. فده كان اللطيف يعني اللي ساعدني الحقيقة. قصدي حضرتك كنت 23 بالظبط؟ 23 بالظبط يعني، انا تميت 23 دي في شهر 5 2011، يعني قبل مثلا ما تم 23 بالظبط تقريبا. فلما رجعت كان في دكتور اسمه محمود سليمان، هو اللي بيتابع معايا حالتي من البدايه، هو ده اللي كنت بروح له على طول بتابع معايا. فقال لي انا اعرف ناس كويسين قوي اسمهم جمعيه اهالي ذوي الاحتياجات البصريه، في واحده اسمها الدكتور سوسن المسيري انا عارفها، والناس دي بتشتغل في ريهابيتيشن لللو فيجن والبلايند، تحب تروح لهم تشوف ممكن يساعدوك في ايه؟ قلت له يعني انا مش متحمس قوي يعني، انا كده كده متاقلم، بس يعني مش زي بعض. انا كنت فاكر الريهابيتيشن ده ايه يعني، حاجه كده سايكولوجيكال يعني، فانا قلت سايكولوجيكال وايز انا مش محتاج حاجه يعني، انا تمام زي الفل. انت فاكر انت تمام برضه؟ كنت فاكر ان انا تمام. ما هو هي دي الفكره بقى، ان انت على كل مدى وبتفتكر بقى ايه، تفهم اكتر. والحقيقه دي ميزه الايجو يعني، ساعات ان الناس دايما بتقول ان الايجو دي حاجه وحشه جدا، وحتى الناس الانلايتند وبتاع يقول لك الايجو وحش جدا، بس انا اكتشفت ان الايجو، لولا الايجو اللي كانت عندي في الفتره ديت انا ما كنتش سرفايف. بدياك دفعه بالظبط يعني، حاله انكار مع كبر مع الكلام ده، فمخلياني لا انا جامد، لا انا جامد. دي اكيد كان في لحظات اللي هو لا هو انا مش جامد يعني، لو انت مش عايز توري ده للناس، بس اكيد في لحظه اللي هو لا هو الموضوع ما بنهزرش يعني. ده الحقيقه ابتدى يحصل معايا بس متاخر قوي. هذا البرنامج اشكرك مع شريف نور الدين على ميجا اف ام. دايما يقول لك لما المشكله تحصل عمر، حتى مثلا لا قدر الله ما حد بيروح او كده، بيقول لك مش وقتها، بعدها. ده حقيقي. انا قعدت 9 شهور بعد ما عملت ريهابليتيشن بتاعي، وبقيت اتعامل براحتي وامشي لوحدي في الشارع، واستخدم الكمبيوتر واروح شغلي في مدينه الانتاج الاعلامي كل يوم، وارجع بالمواصلات وهكذا. ووسط ضغط الشغل والطحنه والحاجات الماديه، جت في مشكله بسيطه جدا 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 جدا، كنت خطبت بقى ساعتها من يوم خطبتي، انهارت بقى تماما، وابتديت بقى ادرك اللي انا فيه. قعدت في الانهيار ده حوالي يمكن اسبوع بس. الواحد امتى احب اقول يعني ان بناء على ان انا مواطن في مصر يعني، بنسبه كبيره جدا احنا عندنا جهل بانواع فقدان البصر او درجات فقدان البصر، في ليفلز وفي تصنيفات وفي قصه كبيره قوي. مظبوط. ده حقيقي، ومش بس جهل او عدم وعي بالتصنيفات بتاعت فقدان البصر، هو كمان عدم وعي بالتعامل مع اي بني ادم مش بكامل قدراته. كانت بس خلينا اول نبدا من فقدان البصر. هو في كاتيجوريز في الموضوع صح؟ انت مثلا مش فقط كل البصر. بالظبط يعني، انا رغم ان هم بيصنفوني برضه ليجلي بلايند، بس انا عندي عين بتميز اجسام ما بتشوفش تفاصيل، هي طبعا بتشوف الضوء، بتميز الوان بس بشكل صعب شويه، برضه الالوان بتبقى مختلفه بشكل ما يعني لحد كبير في درجاتها عنكم. بميز ان انا شويه بقدر امشي في الشارع يعني، اللي هو مع ردود الفعل السريعه والكلام ده، مع التاقلم ده بقى موجود يعني. تحتاج حد معاك ولا لا؟ تحتاج اسيستنس معاك وانت رايح وانت جاي؟ بشكل كامل دلوقتي لا، الا في تعديه الشوارع طبعا، بالذات تعديه الشوارع العموميه دي بالنسبه لي ده شيء مستحيل، ومتهيالي بالنسبه للناس اللي بتشوف حتى ده صعب بالنسبه لها هنا في مصر يعني. ففي درجات يعني، انا في الاول مثلا انا مريت
الحقيقة بكذا درجة منهم خلال الخمس سنين اللي فاتوا دول. يعني أنا كنت في البداية خالص يعتبر totally blind، بعد كده واحدة واحدة ابتدت عيني دي بتميز الضوء وشوية خيالات، واحدة واحدة ابتدت الخيالات دي تتحول لمجسمات، واحدة واحدة مع الوقت بعد ثلاث سنين الدكتور شافني تاني قال لي ده في تغير غريب حصل معاك، فعمل لي جلسة ليزر بقيت أشوف بيها 3D. وكنت يعني مستعجب تماما، دي كانت اول مره بالنسبه لي. بقى انا عايز اقول لك يا شريف، يوميها باب المستشفى كان ازاز، انا وقفت قدام باب الازاز ده نص ساعه بتامل فيه. يعني انا كنت نسيت شكل الازاز ده عامل ازاي، ده بالعين اللي شغاله حاليا اللي شغاله. بعد فتره نزل تاني، ده ما فضلش مستمر على فتره قد ايه، ما كملش الحقيقه 20 يوم، يعني ما عادش شهر حتى. تفولي شايف تقريبا، يعني كنت تقريبا فولي شايف، مع ان انا برضو مش عارف اقرا، مش عارف اميز ملامح قوي، بس يعتبر يعني زي بني ادم طبيعي بيلبس نظاره مثلا. بس كان صعب بالنسبه لي برضو موضوع النظاره ده، لان الموضوع معقد شايف في التركيبه بتاعت الشبكيه دلوقتي يعني. فانا الحقيقه اول ما ده حصل ابتديت اامن فعلا قد ايه بقى ان البني ادم عنده قدره الخلق. انا كنت متضايق جدا اول ما ده حصل، اول ما ابتديت ارجع اشوف بشكل كبير كده بالعين ديت، لان انا كنت اتاقلمت تماما في 3 سنين ان انا ما بشوفش، انا ما بعتمدش على عيني. ففي حاجات كتير وتفاصيل في الحياه اتلغت، يعني مثلا ما بتشوفش الزباله اللي في الشارع، مثلا ما بتشوفش مش عارف ايه اللي بيخبط في مين ومين اللي بيعمل ايه ومين اللي بيتعامل ازاي ومين اللي بيزق مين ومين، حاجات كتير انت في غنى عنها اصلا. فانا عايز اقول لك ان اول اسبوع ده بعد السيشن بتاعت الليزر ديت، دماغي كانت مصدعه وحالتي النفسيه كانت سيئه يعني. سبحانك يا ربي. طب انت تتأمل باب ازاز وبعد كده كرهت اليوم اللي شفت فيه بالظبط. سبحان الله. وكل الناس اللي حواليك كانت متعجبه، وما تقولش كده للنعمه تروح تاني منك ومش عارف ايه. قلت لهم انا عايزها تروح يا جماعه، يعني لو هشوف كده مش عايز يعني بالظبط. انا راجل بتعامل في كل حاجه، ما عنديش اي مشكله في حياتي يعني خالص يعني، وقبل كده ان انا دلوقتي ابقى محتاج ده. وبالفعل بعديها بقالي من 20 يوم حصل التقليل التدريجي ده لحد ما وصلت للليفل اللي انا فيه ده. قعدت فتره كبيره انا ستيبل، ده كان انا موترني وضغطني عصبيا بشكل كبير طبعا، لان مش بس الناس اللي بتعامل معايا مش فاهماني، انا كمان ما كنتش فاهم نفسي. يعني انا كمان وصلت لمرحله ما كنتش فاهم نفسي، انا بشوف ولا ما بشوفش. فدي كانت عامله لي عدم اتزان نفسي بشكل كبير جدا. انت المفروض كمان انت بتكمل حياتك بشكل طبيعي، ما هو ده يفرق غير اللي قاعد مستني وبيشوف اخرتها ايه. انت متعامل وعادي وعايش وخاطب وبتشتغل، يعني احنا في حياه ماشيه تماما بالظبط. فده كان اللي هو موترني ده فيما بعد، واللي هو استقر بعد كده بقى تمام بالنسبه لي. بقى خلاص بقيت عارف ازاي ان انا اول حتى ما اتعرف على حد جديد بقول له بمنتهى الاريحيه انا اسف انا ما بشوفش كويس، فلو ضحك وخد بهزار والكلام ده بقول له انا حقيقي ما بشوفش كويس، ما عنديش مشكله. ما بقى كنت الاول اللي هو ممكن حساس، ابقى حساس شويه، دلوقتي لا ده خالص مش موجود وعادي جدا. لما حد بيشوفني مثلا بفتح الساعه ببص على الساعه بتاعتي اللي بتفتح تقفل باللمس ده يقول ايه ده شايفه، فبحاول اوري له بالراحه ومش عارف. فبقى الموضوع بالنسبه لي هو بقى جزء من شخصيتي. فده طبعا خد وقت طويل، وده كان اصعب حاجه بالنسبه لي التاقلم النفسي. انا جيت لك يعني نطيت على الاخر على طول. لا معلش بس فاين، لانه في الاخر زي ما قلت لك احنا النهارده هي حكايه، احنا قدامنا حكايه، يعني انت بتحكي واحنا بنسمع بس خلاص كده. واللي انت بتحب تقوله تقوله، مش حابب تقوله ما تقولوش. لو عايزين تعرفوا اكتر تابعونا على فيسبوك على صفحه ميجا اف ام، او على الانستغرام شريف نور الدين. سلام.